اليوم انا راح نبدي الفلوك. هاي مامي ابا. هلو هلو. ها دادي، شك تروح مدرسة، شك تروح تعلم بيانو، شك تسافر اول سفرة، شو كنت ناكل اول باستا، شو كنت نرقص سوا، شو كنت نلعب طوبة سوا، شو كنت نركب حصان سوا، قول وجدت العاب، ها؟ شو كنت؟ شو كنت؟ موت عليك، اوكي ولا لا؟ اوكي ولا لا؟ اوكي ولا لا؟ راح اكلك. وانا انطلق الى الجاي تكس، المعرض مال التكنولوجيا والالكترونيات، اكبر معرض بالشرق الاوسط. رايح عندي بانل ديسكشن، راح احكي عن السوشيال ميديا كالعاده، وما راح احكي عن السياسه يعني ابو اللول. فماخذكم وياي وكلش متحمس ومشتاق لهاي الايام اللي كنت يعني دائما اروح ايفنتات ويعطوني مايكروفون يقولوا لي يلا اصعد 3-2-1، يطقوني بسؤال اطقهم جواب، تحس كان اكو شيء سوشيال. فان شاء الله نرجع على هاي الاجواء. أنا بصراحة الأفنتات أكثر مكان أسوي بيه علاقات وكونكشنز وشغل. Call me Bucky New, lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How about Nick rapping conscious but he ignorant. How he found the hood but still gon' go legitimate. How he fuck a bunch of but they. شوفوا كمية الناس الجايين للجاي تكس. يا أخي شوف منظر طبيعي، بس من تذكر أيام الكورونا تقول إيش دا يسوون بدون ماسكات. كلها لابسة تيشيرتات، فقررت امشي ورا هذا الرجال لابس قاط، اكيد يندل. اوكي هسه وين نروح؟ نص جاي تكس، منتظر التوك مالتي اللي راح يكون هنا، وهذا مايك، تذكرون مايك؟ هو راح يكون بالبانل توك، راح نحكي على شلون الشركات يتعاونون ويا السوشيال ميديا تالنتس الانفلونسرز، ومنو غير يعرف هذا المجال من جوا لفوق. ساعتين نمشي نجيب قهوة. هذا الجمهور مالتنا اليوم، واحنا راح نقعد هناك هذا المايك. خلصنا التوك واجينا نتذابح على الستيج انا ومايك. بعد ما راح يعزمني على اي بانل توك، مستحيل مستحيل. القدامى يتذكرون شنو سوينا انا واحمد بالاوبرا ايام العز؟ ايام العز من كان اكو مطعم فوق، يا سلام، وسوينا كوكينج شو ايام الطبخ. شلونك؟ والله الحمد لله. شو اخبارك؟ زمان عنك، انت اللي من زمان. خلص شهرت ويوم بالاي ويوم بالسعوديه حبيبي، بعض الناس صاروا خلاص. ماجد المهندس مو مثلك. لا 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 هو عالي. شو الاخبار؟ والله الحمد لله. شو اخر مشاريع؟ اخر مشاريع بكم جمله؟ 1 كاس العالم ان شاء الله، 2 كأس العالم إن شاء الله. أوكي. أوه 1 بليون سمت بعد عندنا. 1 بليون سمت بشهر 12. شهر 12. شنو بعد؟ عندنا في السعودية كم شيء بعد. رايح على لندن بنوفمبر. أوه يس. لا 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 شكلها لا راح نلتقي، راح نلتقي، راح نكون ويا بعض ان شاء الله. ان شاء الله شكلها العلاقه رجعت. هي انقطعت؟ لا ما ادري. سكر سكر سكر، شوف بعدين. كمل الجوله بجاي تكس، اكو اشياء غريبه هنا، هاي حقيقيه ما ادري. المهم جاي تكس اكثر معرض تشوف فيه اشياء غريبه لانه هو يخص التكنولوجيا، اي شيء يعني غير عن اللي تتعرفه او غير عن الطبيعه تشوفه هنا. ما في اشياء غريبه مو؟ وما نجي جاي تكس اذا ما نسلم على اصدقائنا من عند رينج. نروح نشوفهم شنو عندهم هالايام، محتاجين والله كاميرات في البيت. انا از ويل فور ذا انستليشن، بس وي كان دو لوي از وي كان شير وذ يو ذس. هذا الجراج، اتس اميزنج. اي مين ذيز ار طبعا موشن سنسورز، يعني اول ذا مومنت يو جونا ووك تو يور جراج ات ويل فيل ذير از ا موشن. جينا نضرب عصير فريش. يوم لا تعذبيني بحبك.
wait. Grew up in the 90s, we was watching Ricky Lake. We was eating top ramen, no a TV dinner plate. Made that couple dollars, so I probably get the steak. Throw him out at John and Venice, I told Quentin I'll be late. Ay, I'm so epidemic, I'ma cause an epidemic. Put my. شلونك؟ شنو هالجمال هذا؟ شنو؟ صرنا حبابه دادي يروح للشغل ويرجع، صرنا حبابه شلون راح تطلعين هسه؟ اوه اوه من هسه تريد حريتها؟ الله اليستر الله اليستر مام الحريه هدول شلونك حياتي؟ مشتاقين؟ صح احنا بنفس البيت بس وكأنه شركه وموظفين، يعني واحد يشتاق للثاني. شلون الشغل وياك؟ شلون الشغل؟ بعدها على نفس النشله خطيه. بطريقي رايح اجتمع ويا زبون جديد، براند عالمي، كامبين جديده وياه، راح نجيب لهم انفلونسرز من كل العالم، عندهم حمله جديده راح يطلقون منتج جديد. من المشاوير اللي احبها لان من عندي اجتماع يخص السوشيال ميديا، اعرف انه اقدر اطب كل ثقه بالميتنج وما اطلع من هذا الميتنج اذا مو انا ماخذ المشروع بالكامل. فنحب هذا النوع من الاجتماعات، مو غرور بس يعني واحد يعرف شنو قيمته بالسوق، صح ولا لا؟ من شركه عندها هيك ميز كبير مال الاجتماعات، يعني خوش شركه. From WhatsApp, you get 1,000 conversations free. وأنا بالميتنج جاتني confirmation من السفارة السويدية إنه أوراق كايلي انقبلت وكايا راح تصير سويدية وراح تتفلسف براسي، بس شو نسوي؟ لازم. شنو هالصدفة أرجع ألقى مرتي قدام الباب؟ كنت أنتظرك عم بسلم عليك. تنتظرين ما عندك مفتاح. هاي كايلي، هاو آر يو؟ هاو آر يو؟ هاي مامي، هلو، إكسكيوز مي، هاي مامي. خدت الشواذي رجعت؟ يو آر سربرايز؟ كندر سربرايز؟ قلبي، هاي قلبي، شنو يا جمول؟ أنتوا أحلى اثنين بالكون. احلى اثنين واموت عليكم. طي دادي بوسه. اخاف كلش اطق يوم من الايام واعوفكم كنت صدق احبكم. اخاف يعني هل هوليوود نتفليكس شامل. ها كيولي هو حشرات بدت تجي على الزرع مالتي وانا كل شيء ولا احد يطخ عائلتي او الزرع مالتي، فسوف نطلق مهمه هنا. سوف نطلق مهمة باي باي زنبور، هذا اسم المهمة، بس لازم نحمي روحنا لأن هذا ما يصير يطخ هذا. أوكي زين، سنة كاملة أكبر بيهن وربي بيهن، تجي حدا زونة تاكل بيهن، هاي تاليتك أبو اللول، كنت من فندق لفندق، من ولاية لولاية، من براند لبراند، هسه ترش مفيد حشرات بالحديقة كالأسد كالأسد. ابشركم كيولي بلشت الحفله مالتها، خل نروح نسمع ليا اغنيه واصله. بدت الحفله؟ ما قلتوا لنا وين تذاكر؟ شنو؟ تصور حانا وقت النوم. وجودي على اليوتيوب غريب لان متقطع هوايه، وجت ايام كنت انزل كل يوم وتجي ايام ما انزل، تجي اشهر ما انزل، بعدين ارجع انزل كل يوم. وهذا الشيء يحيركم انتم لما تعرفون ايش دا اسوي على هاي المنصه، ويحيرني انا لان احيانا ادخل بروتين بعدين افقده، بس تجي ايام فعلا ما عندي اي شيء احكي على اليوتيوب، فافضل انه ما انزل محتوى سخيف او تافه.
بس هسه اذا لاحظتوا لقيت طريقه كلش هيلثي انه انزل بها على اليوتيوب اللي هي كل يومين، يعني اصور يومين ادمجهم سوا وينزل بفلوج واحد. اول شيء الماده تكون دسمه اكثر، ثاني شيء اكون مرتاح اكثر، ما علي هذا الضغط انه بعد ساعتين لازم اسوي اديت، بعد ساعه لازم ينزل الفلوج. واتصور اقدر استمر كلش هوايه بهذا التوقيت الجديد ومتحمس. بس لازم نرجع نتذكر انه هاي القناه هي شخصية، قناة إلي، مو على مود الشهرة أو على مود إعلانات. فإذا ما يصير شيء أريد أخذنا إلي للمستقبل وأتفرج عليه، ما أحس إنه لازم أفتح هالكاميرا وأصور. بس هاي الفكرة مال يومين، كل يومين فيديو أتصور كلش حلوة. وشكرا على كل تعليقاتكم وكلش سعيدين ونضحك طبعا، تقولون تتبعون كايلي وما تتبعونا وتقدمون الفيديو على مود اللقطات مال كايلي ونسيتونا، كلش عادي، اخذوا راحتكم، اهم شيء انه نشوفكم كل يوم هنا على القناه. احبكم وتعليكم، وهذا البلوج راح ينتهي هسه.